استاذ ممدوح، معلش كنا في الحلقه الاولانيه بنتكلم على الدكتور يحيى الجمل. هل الدكتور يحيى الجمل يستحق مليونيه في التحرير لكي يقتنع القوات المسلحه او تقتنع القوات المسلحه او المجلس الاعلى للقوات المسلحه لكي يزال يحيى الجمل، حيث ان رد الشعب كلها تجاه يحيى الجمل؟ فما قولك في هذا؟ اعتقد يحيى الجمل لا يستحق ان يخرج واحد من الشعب المصري ويفرغ وقته للخروج بالمطالبه باسقاطه وخروج من الوزاره، لكن مصر تستحق. الموقف اكبر من يحيى الجمل شخصيا. الموقف اللي حدث الان ان يحيى الجمل بيتحدى اراده الشعب. فانا اعتقد ان مصر تستحق ان يخرج الشعب بالملايين لاسقاط يحيى الجمل، لان رفض المشير لاستقالته هو رفض لاراده الشعب. فبالتالي اصبح الشعب على المحك ان يعبر ارادته في الشوارع. اذا كان التعبير الحقيقي، انا اعتقد ان اجهزه السلطه والمخابرات عندها ادراك حقيقي جدا للراي العام في مصر، وتعلم يقينا كراهيه الراي العام ليحيى الجمل. لكن اعتقد ان هذه التقارير لم تصل لمجلس القوات المسلحه بصوره واضحه. فبالتالي خروج الشعب في الشوارع بالملايين للمطالبه باسقاط يحيى الجمل هو اعلان لاسقاط يحيى الجمل حبا لمصر وحرصا على مصر، وليس شخص يحيى الجمل بشخصي. فاعتقد ان اصبحت مساله ملحه ان الشعب يعبر ارادته ويفرض ارادته في اسقاط هذا الرجل، لان استمراره كل يوم معناه خسائر في منجزات الثوره، معناه ان الثوره المضاده في يوم او في لمح البصر ممكن انها تغير وجه الحال في مصر، ويصبح الاحرار في السجون والمجرمين خارج السجون في لحظه اخرى. طب لماذا يصر القوات المسلحه او المجلس الاعلى للقوات المسلحه باستمرار يحيى الجمل؟ ايه ما الفائده اللي هتعود على الشعب المصري باستمرار يحيى الجمل؟ ومن منذ متى يحيى الجمل له وجود يعني في الحكومه المصريه؟ اعتقد ان السؤال ده وجه رئيس مجلس القوات المسلحه سياده المشير، وانا بقول ان يحيى الجمل لا قيمه له حتى يتمسك به المشير. وانا عايز اقول لكل الناس اللي يراجعوا مقال يحيى الجمل سيد الرئيس في جريده المصري قبل عامين عندما مدح حسني مبارك واخذ يتملقه، وقال بالنص ان انا مش متطلع لمنصب، ولا انا عايز منصب ولا عايز حاجه، وانا صحتي ما استحملش اي منصب، واخذ ينافق ويجامل حسني مبارك. فانا بقول له اذا كانت صحتك في مقالك سيد الرئيس تتحمل، فلماذا صحتك الان تتحمل وتعاند الشعب المصري الا غلط في نفسك انك تريد استمرار سياسه الاستبداد والطغيان والاقصاء والدكتاتوريه التي تمثلها في عقلك وادرجيتك وتحقيق الثوره المضاده والانقلاب على ثوره 25 يناير. شكرا استاذ ممدوح، شكرا.